من البغيفون إيمانين تيمانين قوانيك تلام جاج المغرب نغض برانس أسا قسنتل نويت نستياسان دان سيور خفوس يمي نمودار نغض الحيوانات انتي ديرنين دبنادم إدان عجو يعني الطرق ذا الحويج نغي خصين أذني حما نحافظ خفص واحد النغ يسواحات انتو جنة ورنستول في قراءة الموضة ضد ديكور دول المثنغ رجاء خرماز رجاء أزول مي غير ميلانسا فالمرث شيان وثما فاطمة أستاذ تسولة جنخ مصممة الأزياء عزيزة بالخياط نخي دانس يشتن نين ملث نتصاميم سمنس أسكوم ثاني ميرتنا إيغودان ورنتتو الفقرة الكوزينة الشيف مغاغي صنع تاسا الشيف مغير كيلان ثاني ميرتو تما إما نيني عزانين الوصفة الوساء مغد نتير متوساء لا تاخت بواخ وكرامبل كما ديد نخ أفتي سين من الطريقة أفتي سين من الوصفة نوسد إن شاء الله تنميرت إيمانين ثمانين ورتدوم غلماني قيمة تجد نغ جوجل ونغ نوسد ندانسيور خفي مدار ذي الحويج نغ يخصين أثني أجيد سن ورتدوم غلماني إيمانين تيمانين مرحبا يسونا جيدنا جوجل ونغ نوساد أمو نغز جيدا غسان دانسي ورق في مدار نتذير بنادم نغد الحيوانات الأليفة ذو الطرق سغان مع مارا جيدسن جيس قواسنا دين قرى لانتفا شيان توجا ثم غرابيت لتستخشام أغرثة دارت النس حيوان أليف أرض صربة أرض السيما لحقاش لتيري يعني أديري جيدس ش الحيوان نتفغنا جيدس نكتشمان نتولار نشوي دي فلاخ نص دان نرارا ورخ في السنتراد دول ثمات ناغ زبيدة فضيل مرحبا يسم ثان ميرت الزول في اللون يتميز ما ثان ميرت أم ديما والمات ناغ رجاء خرماز للوخام مرحبا السنتراد هذه ديك شوين بعض الحوايج زينين لان الحيوانات من سن هذين غير سن غير سن يعني ايش نشوفه يزير يجولع يزير يفلاح عزين غير سن لو رزونا تنحضون تنصربان وليني لتينا بعض الحوايج اي دخفنا راه انسيور قوس نتجاد نوسد يسن تعجب نشوي الحيوانات نشوي ماشي كل شيء واخا نعيد غير ما زويده اللي غادي تصور تشويخ في مدار تيدير لين بنادم قبل هاد السيولخ في مدار تيدير نينس بنادم ما نستنى ناي تبدا تودرتنا بنادم بنادم يعني الحيوانات يعني كان كونو دغار مادا نسوال مثلا نخ في مادا نسوال خ في اي مار مادا نسوال خ في ايدي مادا نسوال خ فوين ويطخ مثلا المجتمع البدائي نغند القراوي اكا ضروري خصا ديالين يعني ويتخمون د بنادم يتودر تنسن ما يمكنش هادي يعيش مثلا يونس ورغورسي اللي يقيس ورغورسي يدي ورغورس مثلا ايضا ديسان ديسان لان لوقتنا يعني اود يسمنس تاد الساع مثلا ني مغربين تكا ضروري خص دغور ما ادير لي نيسان لين يعني مثلا المواشي يضنين مثلا ما تفوناس كيما يزن نشحريا لو تعز غير سنتصيات لتفان يعني يخص ديما اي دين تصيات تديري غير وسا مهم لا سول لا وليني لا نسوارخ في الحيوانات انتي ديرني بنادم شحريا غير نسوال شويه خفو مزروح ما نكجم كوني في الحيوانات دغي الاليفه لان نسوال مثلا نسيت الحيوانات نعيشنين دايت برا يبدا ولكن نسوال في الحيوانات الاليفه نسوال مثلا في تمدينت لان بزاف في تمدينت مثلا دتيرين هاد السيمين الحيوانات ماخ لان الظاهره يدور اللي قبل ولكن لقت النيل للتطور يعني المجتمعات اغول تنين مثلا مدنا برا اقول مدنا سوالخ في البيئه سوالخ في ليكولوجي لان هذا سوالخ في البيئه ليكولوجي سوالخ في الحيوانات سوالخ في كل ما غرت لا ام زايد البيئه دونك اول مدن اولا يعني اغول التنين او الحيوان مثلا غرس غرس امور انسان يعيش غرس وان اديلي يعني يسد دروين هلا وسا منظمات اللي انت مسمونين نتدافع عن بريشيت باردور سدود
يعني لا نود الفنانه مثلا ان وردت الثاني نكسوم وما خلي وردت الثاني نكسوم لان غورس نيثني بان اود الحيوان يخصص هذه يدير يخصص هذه متاع سودر تنس ويخصص بنادم تيستغلا ايا اضطر يمكن خف الفكره كنت دول يعني الناميه وريكي شحال هي الفكره المهم وريكي الفكر الحريه انت ليلي وريكي الفكر اقول من تحت اضطر يعني غير اذا سلمان وغتنتين ياك اي غنكذب دونك ايا يوجا مثلا ان يوضا خدا ودن كوني اضويا تخي يوضا خدي انه يقول مدن تهتم مانس الحيوانات اقول دادي سن طهلان ورقي من مدن نقل الحيوانات برا نكات ندوينا ايا لا نسين سين الحوايج نقفلنا نسيو لا نميدن نغريا غاس ان بريستيج يعني انت مثلا يتاثر مثلا سيوث الثقافه غربيه يتقف سواني اريد قامني ثني ديتيلي يعني يوم الضغط في الوالدين انه يرادي السيم يعني كي الحيوانات لنا دونك غادي نساول في الحيوانات دا نساول يعني في اذا نساول في الموش نساول مثلا خف العصافير ونسيو كون يخف الطيور يعني الطيور مثلا لا نمد نمي توب لا نوراو نسنسي دا ترباني حمام دي سكورن دا يسكتو بان يجداد لنا دا تني الالوان لنا حلانين دوينا اسم سيري ممكن نسيو مناتنا وتمتنا خفي سلمان يتغيمي يهتم شويه دونك دنتيني انتيني مثلا التربيه الحيوانات يعني زقوت الناحيه ايجابيه نقطه ايجابيه بالنسبه للاطفال لان عوضة يدو مثلا نادي لمدش الحاج نيخان المهم دي تدو يزري الفراغ سهول مثلا الاهتمام بالحيوانات ولا نادا نسولخ في الحيوانات خصيصا يعني العنايه فائقه لان غرس نديخ التبعات غرس نديخ السلبيات نسن انما يخصى يعني اي تخام ادراري البال يوراو نسن لان لانت مجموعه الامراض نادت تدوني زي الحيوانات مثلا سوالخ في الحساسيه لا يون النوع الحساسيه انما وردي تسامح يعني اتشي جمت الحيوان لنا غير يشيرني مزان نسولخ في نظام ينظرنا لنا يعني سورتو مش داري يدو مثلا يفرو يدو مثلا كوتشي غندا يدا كمان هي خطير دونك خصنا نكون قبل نوي الحيوانات الوالين الوالين نغي مزوره لا راه تنين غير ويتي نظن موش نغدا وين هذا غير غير سيش يجن التاثير نوري حلين في الصح معنن ثاني في راس يج سلخ يش الحاج يخسر دائما هذيلي غير نخ يجن تعامل هكذا الحيوانات سورتو هكذا موش مش مثلا ثمطوط نغتربات ورخاتي لي اكيس يج الكونتاكت هاد الحيوانات الليك خاتارو لاستسا يج الحساسيه لا تسمى التوكسو التوكسو ماشي كثر وانا غدق الفتره الحمل ثمطوط لا تيتشوه تشوه الجنين يعني دائما كثمزين نخص ديلي جن التعامل قد نعم. الحيوانات كحما اي تمطوط يتالون يخص ديما تبعد خف خوف في خبوم ضروري اي دونك هي تزي يعني اذا نسوا في الوقايه ما نسوا لا دايليني شيراني مزان يعني دا تيليون الضغط خف الوالدين بزاف ولاني خصها اتنقنع اتنقنع يعني سيون شكليا عقلاني حما ود مثلا مشي اسم انزال لنا يعني خطر ما يمكنش هذه قيم مثلا الحيوان اللي تدرس هذه خصها تنوي غراض كانوا ضغار نوري نادي الطرف تدرت يعني او اذا يعني مشي اقتضى الحال انه اوكا تادي دوي بردانس يخصها تيسوفغ ولكن الطريقه نسينا مثلا الطفل الذي ادي تقبل بان الحيوانات اللي خصها ادي دو مثلا مثلا البارتمات ندي سن دي تيراس مزينين لا تكينا نساي موش نغدي وليدي يري مثلا تيدار نبنانين برا مثلا ديما فلا المساحه كغاسيين تدار النس المهم سير نعيط غير مدى خضرتك مرت شويه وير خفص نتلاد ايمانين ايمانين كون تجغد الفقرات الميكرو تلطوار انا عدو ميتين ميدن خفص نتلاد نعيط كيدون يحق غير انك امو كريس الحساسيه والتقدير ممكن مثلا يعني ديمار هذا البخش الحاج يفرخينو يذنيني غير سنا امو كريس هذه خصها الرغبه الجويه كور غير امو كريس تصربا مثلا موش انا غدا نشاك تدارت يحق لك شحال هي غير اللي جهدي مزين بحال هاك موت وريني وسا اللي غاسنك يورا غير تدارتينو غير طلبتي مزين خصها تصرف الرغبه مثلا مش لا غيري اشنا دارت ديك سوات ديك الجرده
هذه قدير مثلا زكي خفينو هذه ني غداويخ شانموش مغدا شويدي اتصرب غيري يحقوري تي ديك الخطوره ولي لا خفيف راخينو ولا غيفي ثم ذا يفرخي مزان هاتين لسنيو بطول بعض اسكين قي قرانسان مثلا اتي تبع غربران غدا دي سوز قوامانس ورتستان ضمي تقيني فراخ نكور تقبير انك لا تنيغ ان الحيوان يخصصيش المساحة في كسوات اذي حرك وردا اداسن يعني اثن زير تيجي لين كتا الدارت نغد قوانسا غايدي بشتري غد رباغ موش نغد يدي وردي غدا سكسر تيجي لين الرخ تقي جوانسا غس نتخفي ديس إيمانين تيمانين أنا عايدة نشمر أي لون نغنوساد أخفاء الحيوانات الأليفة دو سيمين سن كثير دال النغ أد عايدة غير زويدة لنسوارخ في الحواج النغ يخصينين أثني حما أن نحضو يفلخ النغ معنى يفلخ يعني هني التي غير سن المناعات درو شوي لتمزين الجسم سن وغي تاسي شوي بعض الميكروبات نياني نخور فنين شوي في المعتاد مثل الحواج نغنوش الوالين حما درين يفلخ هي زي الحوايجنا ان ننا ضغيف سنساو الحما درارين يعني ايتو خام البال ادور تني غشا ادي غشا لتني نيتني ولا راونسن لازم اولا انا انيسين بان يعني الحيوانات الناس الا الثلج البانسن يعني الفاكسان دات نتاويت بعدا غلبيتي غير البيطاري دايتي سين بان مثلا يسور غرس كان وانيس يصحى يعني ود الحيوان ورغرس كان الامراض ورغرس كان المؤثرات يعني الجانبيه انين اديشف اذا تحافظ ختاز دينس لان تزديات يخصص يعني ادي الزيز دي دائما ذا السيردان اشكتوني يعني ادوري تشال الحشت مثلا الزنقتي ويتي تستدرت يعني خصص يوت العنايه خاصه ما لان بعض الفيديوهات اللي تنتفى مثلا على الانترنت يفراخ للتولار دو جديد نغض دوموش نغض لان يجنوا يعني جديد مقورة اللي بزاف لا تفضى جديد لي تلغو دمي ولا باي مزين لا تيتسودون مثلا يعني اي الكونتاكت الدغني قرب بزاف ان هي اللي فراخ ذو جديد اي انت هذا نوري حري خص اموت نيضا نحاول في الجلبه النظافه مدني النظافه ننساو لودي يشير انا دور قرب غير الحيوان تحاول يعني اللمس يعني دور نتحادى بزاف يعني هذه قيم يور لي سباس دائما معنا بين زين خف ثلاث سنين مثلا غير سكاسه نغتسين شهر سكاسه مولني خصها دائما يعني الحيوان انا ديالي ودغارنس يعني يتلقت ناي الدور نحضون كوني أربعة هذا ذي الدور هذا ذي تدو يلا هذا يتعلم هذا يدون غادي يلا ذي تمرورود يعني ما يمكنش هذا يحضو يخفنز ممكن هذه الدنيا تيمزي الحيوان ممكن تيلاغ ممكن دونك خصا ما يصنع عند مدنا لانني يتدرت يخصا حدون الطفلنا يخصا ود الحيوان انا سين وانا دور ديدو لان يسول الطفل مزي يعني وريني انت هذيك الحيوان غند هذه صغوين غند يعني يسول نغي نكون نتحكم لوقتنا دونك يخصا الوالدين نثني ايدي كارن يعني الدراران البال نثني او الحيوان انا مشكان مثلا مرض غند اسم اودو تشينز لان اودو تشي الحيوان ما يمكنش هادي تكفشيا نسيتني اذا نكون هادي سنتش غند نشيتني يشي راني مزيان هادي تشن غنديني خوا ما كاين باس خاص السير تاويتي اجس يعني يفشكانس تجا تسماني تتا تيت الوقايه انه ادور يدو بنادم هادي تشي يعني نفس الاناء سامحي بخماوان امشي فينا الاستاذه النخ زبيده بعض المرات لا تفاخ ميدن ورغس الامكانيات هلا تربان الحيوانات لا تكرفيس نغيفس وري لي لا التطبيب لا العنايه تماتشا لا تتايني لان لا يتكرفيس اكثر الحيوان لا يتكرفيس مسكين مشور نقاد داخل في الحيوانات نسربا انت نرزم ميدن زنين يصحى يعني مجدده وخن كاين الحيوانات شخص لاز نغندا جخت دايت تكرفيس نغندا ويخد مثلا وي او يخد مثلا كان نتحمام تنغلقن جختنا ايتا الدار تمشي بلا يمان بلا وتشي بلا والو نغندق نقيفس لان نسن لن يتسن دغيفس نتقن مثلا دون سفر راجين تلاز يعني شحال ورد اردي دو ذا يتفى الحيوان يموت يعني مشور كي طهلو مضروري يموت نيضي سرمان لزاكواريوم لتجن مثلا العايدنا فنين دايما كل مرة ماشي
ماشي امل ايدري غتصير خفيش الحاج هي المهمه ان مثلا الايدي مثلا يعز غير صدي يفزر حاج خصنا الربال قالو يفيران نسيد حقاش شحال نمطوطي مجران الحوايج ديال النمتي اللي تعايني في ريف الزيت اما لي تقيس اما لي الروش الحاش مثلا ثيوسيد اي تدعين غاتي الحاش ديال الحاش تي الحاش مهمه دوير نويا الا ايضا نطفزانينا ود الحوايج مثلا دا تدو غير السبرديل غندلا توسغا يعني فلوس تي خسارين يدو انت يفزي تي خسرت غندي دو غير وانيا في الحوايج اللي انا يسمن سوان يفزي او دايا يعني زي المشاكل الجانبيه تي للحيوان مشور غرسي التربيه مثلا ورسين او لانه التربيه الحيوان ويستجمان سنتين غرضين سوري الا يجو غرضا الشكل نسي زيد واخا ما غرضا نيتا غرضا في عيالي لا تقول نزيك سين ثلاث سيما ما عنديش مشكل راني تفزاز الحوايج راني تفزاز كتصرط الحوايج يعني يدي البال غير صغر لحقاش اغول ميدن لا تسيمان غير معناتي ميزان برا هذه ميزان برا ما نكونش غرخه غرضها دادا ميبي الحوايج غرضا دادا مي مستغل انت هي جنو عزقي غرضين وليني انت لو اي تشكل نسي زير اديت الدكوانسا هي هذيك سيش نريح نريحلين وليني خصها تحضوت سوسير دامونا سوش داس الخضر تحما وليت كوفوغ سيش نريح نريحلين حاشاكم يعني لا تيرين اربع الحوايج من خصها من الربال النظافه الريعه ينسن حماد حماوري وليتوري ورتيلي ديك سريح النورحلين ايوا اذا نساو مثلا دتفات مثلا والناس سيماني الفكرون الفكرون ورغرس كان زعما كان التابعات الا يد لي يغفن زدوينا ولكن ورث انت جا مثلا هذه متلاز لان انت مثلا هذه تغدى غاستويا كان الخضر كان نوان دوينا اري الدور يمكن بالنسبه ود انت هذه الدور تا دارت تلا غرس مثلا يعني يتنوى من نرزم يتنوى من دوينا يخصا هذا سنرر البال لان ما يمكنش مثلا اتنج غاز داي الدور دا سنت كاي ونضغى هي لا سكمان قسطح نعم مثلا وين شوال نكروني وضغرتين يلا لا ما تيني مهم تونا ونا غير ثلاثه سخ في الحيوان هذه سي تهلا ولكن هذه دائما البال الخطوره لان الراونس نغند انت غي مثلا نضغي في سطر الحيوانه ارتيني خدعمني ولا غير الامكانيه ولا غير اللي يج الحيوان هذه يعيش يودغار نص يعني هذه قيم غرسي لي مولاي سيدي ربي نيشان تنمير النمله لزبيدة تنمير رجاء احمد جهد الفقره تين الموضه الديكور ايمانينا تيمانين نوض غير تين يلا نقول ولا غنوا الساد السيتيم سنتلاد نوض ستيف سوس خفورا ونون اذ كيديتينو لو تيني قالت سديت يضنين مشي ربي وجهون كرمان هنا تنمير ايث ما دوي سما ايمان انتي منين غا عزان اني وضغل فقران ديكور ذا المكياج ذا الموضة ذا الجمال الساده تيليا قناخ مصممة الازياء عزيزة بالخياط تداخ زق الفاس زق يشتن الملف سمنس اسكوم انا قيم اقد عزيزة بالخياط انا علومة اختسوجي ذا الساد قيمتها قناخ تنشكر القناة الثامنة على الدعوة ديالها وعلى الاستضافة وهنا اليوم جيت باش نقدم لكم تشكيلة من التصاميم ديالي أنا عزيزة بالخياط مديرة مدرسة إسكوم بمدينة فاس القفطان اللي تتشوفوا سان كافطون فيلوغ ان باتشورك دو فيلوغ يعني خدمنا استعملنا جوج ديال الاقمشه ديال الفيلوغ واحد فلوري واحد اوني وفوق زواق عملنا التنبات هاد الفصاله ديالو ما بين الاصاله والمعاصره يعني قفطان بالخراط ولكن في نفس الوقت عملنا فيه ديك فيستون اللي ما دايزه فوق منها سفيفه القفطان الثاني عنده واحد لمسه خاصه لان استعملنا فيه لو درابي alors c'est une coupe c'est un caftan coupé en mousseline de soie dégradé de couleur c'est un tissu basique واستعملنا فيه لو درابي ومن بعد عملنا البيرلاج البيرلاج كله بالموزونه
القفطان اللي ستشوفوا الان عباره عن لبسه سي ان تيسيو فلوري كي ريسبير لو برينتون. الاول ولا تشوفوا فتفكر في فصل الربيع وبالاوراد ديالو ب ستان ساتان دو سوا معاه اون موسلين دو سوا سي ان تيسيو روبرتو كافايي اللي زدنا عليه حنا تنبات وتفصل بطريقه تقليديه وخدمناه بخدمه تقليديه جدا. حتى المضمه خليناها يعني عندها واحد الطابع تقليدي مجدول وما ديال السم اللي كتشبه الحصيره اللي تيقولوا دابا. مجددا تنشكر القناه على الاستضافه ديالها. معكم عزيزة بالخياط من اسكم. ايتما ذو اسما ايمانين ثمانين غازان نور زخادي لي عجباوي ثنو تنجيوي خساد التيوين سيضنين قماث ذي المان ثنمر. ايمانين عزانين سلام ربي في اللون تيرم توسا ان شاء الله تيا لا تارت او بواغ الكرامبل. الوغ لا تارت او بواغ الكرامبل غورن لا بات سكري او بيان سكون ابل لا بات بريزي. بالنسبه لا بات بريزي هادو ان شاء الله المقادير لا بات بريزي غورن لا كريم داموند. لا كريم داموند هي سكر غلاسي بودر داموند اي الزبده مغد تموديت. نحتاج لي بواغ بوعويد عفان نزين ان شاء الله. نحتاج اوسي تيلاي بوغ لا كريم داموند. نحتاج اوسي سيرو عفان سيرو ني غاون سيرو هات لا ميم كونتيتي دو لا ميم كونتيتي دو سكر اي نفس القياس الومان نفس القياس السكر. دونك على بركة الله نبدو فنسرح لاباط بريزي نكمل ان شاء الله لا كريم داموند. الوغ بوغ لاباط بريزي لاباط بريزي غنغ لا فارين غنرش لا فارين فوالا شوي شوي لحقاس اسم لا بات بريزي يعني سي تي بات كاسابل. فوالا كوتي كلت نحركت شوي شوي نياس لا فارين فوالا نجمع الجناب فوالا خسي مليح نحرك تيك امتياض فوالا نحاول الان الاطاله مزيان لاباط فوالا الوغ اسايك الاطاله لاباط بريزي ناسي ديال السيركل فوالا يمشي نبيت السيركل نعدل لا كريم داموند. بوغ لا كريم داموند نيغاون فاسيلمون انتقا الزبده توهن لا كريم داموند parmi les crèmes faciles. Voilà. On a zbda, le sucre glacé. Hatin. Hatin de khalat mzian. Ghir choui choui. Hatin. Hardi khalat mzian. Voilà.
شوي شوي فوالا غو تتيزير من الطريقه للتكار زايد تاكلايت هاتي انت قليت نحرك تاود نتات مزيان صافي نزيد البودره اللوز دهن معنا في الصراحه كاين دات تينيغ لا كريم دامونت بارمي لي كريم فاسيل فوالا يعني سهل تهن بزاف الى خدمت هاتين لا كريم دامونت ارتخو لا كريم دامونت افلا لا بات سكري او بيان لا بات بريزي فوالا الصراحه طريقه نس سهل وتصعيب بزاف ساتي تنسرح مزيان فوالا هاتي امس فليدن يا عزانين يمنين يا عزانين فاسيلمون انقي لانسيزيون غير ايميك ميكس سلو كوتو نسيرس لي بوار اي بوعويد نعاودس يمشي فوالا نسرست يمشيت تيسكرات فوالا نسرست يمشيت كمل تيس ربعة هاتين فوالا دونك هلا طخت لي بواغ هيا اتيس نكزمسو فران نعيد ان شاء الله فني زير الطبق النهائي من تيرم توسع اما نين عزانين هل الطبق النهائي الوصفه لا طخت فاسيل او بواغ الوغور الكرامبل ني غاون قلتي زوري لا غونغ الكرامبل الكرامبل يعني مي ديال الكرامبل ميم كونتيتي نفس القياس يعني 100 غرام سكر كلاصي 100 غرام الزبده 100 غرام الفرينه اتيت نخلط مزيان نقرت في الفران اسكت نو ادخت اتيت نكون كاسا سيان الرولو ادخت مي ديال الكرامبل الا غونغ السيرو دائما داون تينيغ السيرو هات نفس القياس الوامان يعني الكاس الوامان الكاس السكر مغد 100 غرام الوامان 100 غرام السكر ادي غلي افنى البوطه تكسمت الوغ دغي انسيكي لو سيرو افلا لا تحت النخ فوالا هاتين فوالا هنا الوغ على بركة الله دغي اندو اني يمشي فوالا الكرامبل فاسيلمون C'est une tarte spéciale. Très bien. Alors, ainsi qui imhid le crumble. Voilà. Le jetiadn. Voilà. Hal les poires de dart bayan mzian. Voilà. Yemen nain azanin. Hal osfa. Hantir mtnwassa. Toujid. Alors, on te menace. Sahd lehna. الحلقة يا إن شاء الله.